هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة. عندي لكم اليوم قصتين مرعبتين. وقبل ما نبدأ كالعادة، اللي يخاف لا يكمل، والشجاع يكمل معي. وأيضا لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو هذا مع اللي ودكم تخوفونه. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا عنوانها إكس بوكس لايف. شخص يعرف باسم The Silicon Lemming يحب يلعب ألعاب الأركيد الموجودة على شبكة إكس بوكس، وجت له فترة يلعب لعبة Trials HD بشكل كثير. وفي يوم من الأيام جت له دعوة محادثة، وأول شيء لاحظ بشكل غريب أن الدعوة بدون اسم، بس طلعت له جملة has invited you to an Xbox Live party. قبل الدعوة، ولما دخل يقول ما كان في أحد غيره. استغرب الوضع وقال يمكن أن الشخص اللي دعاني طلع قبل لا أدخل، لكن فجأة دخل شخص المحادثة وبنفس اسمه. Silicon Lemmings has joined the party. يقول ابتسمت بحكم أنه جلتش أو مشكلة غريبة في الاتصال، لكن لما راح يتأكد حصل اسمه مرتين. الأول يلعب ترايلز، والثاني في صفحة تعديل الأفاتار اللي تصمم لك شخصية في شبكة الإكس بوكس. قال صاحبنا هلو، لكن ما في أي رد، وما توقع يجي رد أصلا. بعد فترة قصيرة رجع لرد على شكل صدى صوته هلو. استغرب الموضوع، ولكن لازال مصر أنه ممكن يكون خطأ في الاتصال أو جلتش غريب نادر يصير، لكنه حصل. يقول حاولت أتكلم أكثر من مرة، في كل مرة صوت يرجع بشكل صدى، لكن فجأة الصدى بدأ يرد بطريقة ساخرة. تعجب، اعتقد أنه سمع غلط أو تهيأ للأمر. قررنا يقول جملة دائما يقولها مع أصحابه، Why don't you come and say that to my face؟ يعني إيش رايك تجي وتقول الكلام هذا في وجهي؟ لكن تفاجأ بالرد Maybe I might just do that، يعني يمكن أبى أسوي كذا. يقول هنا الموضوع تغير تماما وانصدم، لأن الرد كان بصوته. وبعدها غادر الشخص الآخر من المحادثة، وقررنا يقفل إكس بوكس. في اليوم الثاني ما ترك الموضوع يروح من رأسه من كثر التفكير فيه. يقول قررت أشغل الجهاز في ليلة اليوم الثاني، كل شيء كان طبيعي، قامت الأصدقاء المحادثات وما في أي شيء غريب. شغل لعبة سبلوجن مان، وخلال نص ساعة وصلت له رسالة صوتية. كان صوت شخص يتنفس بشكل عميق، وبعدها صوته يقول Can you say distraction؟ يعني هل ممكن تقول حاجة تلفت الانتباه؟ بدأ الخوف يبين بشكل واضح على اللاعب. يقول أفاتار كان واضح في خلفية اللعب كان يرقص. بدأ اللاعب يلتفت في الغرفة وخايف. الرعب بدأ لما رجع شاف شاشة التلفزيون. بدأ يصرخ بصوت عالي، كان وجه الأفاتار في الشاشة بشكل كامل ويطالع اللاعب بشكل صامت. بدأ يرفع يدينه، يد تأشر على اللاعب ويد حاط على رقبته، بمعنى راح أذبحك. بعدها بدأ يشم ريحة بلاستيك محروق. فجأة الإكس بوكس تعطل. يقول آخر شيء شافه قبل يتعطل كانت شاشة بألوان مختلفة ومعكوسة، والأفاتار كان بلون أخضر ووردي. وحاول انه يشغل اكس بوكس، لكن تفاجأ بعطل اللمبات الحمراء او المعروف بالريد رينج اوف ديث. بعد مرور شهر ارسل الجهاز للصيانة واخذ جهاز ثاني. يقول اخذ له فترة حتى جت الجرأة انه يشغل الجهاز، وبعد التشغيل كل شيء كان طبيعي الى ما سوى تسجيل دخول بحسابه. حصل كثير من الرسائل الصوتية وكلها بصوته تقول Where are you? We're not done yet. Where are you? We're not done yet. يعني وينك؟ ترى احنا ما خلصنا لسه. وكانت اخر رسالة قبل 20 دقيقة تقول I'm done waiting. I'm coming to get you. مللت الانتظار، انا جاي عشانك. الافاتار بدأ يتقدم من الشاشة شوي شوي، يقرب منها وظهر منها، وبدأ يفرك يده
ويلوح بيده. أخذت منه ثواني حتى يستوعب أنه يلوح لشخص خلف اللاعب. القصة انتهت وما في شرح إيش صار بعدها. هل كان الأفاتار يلوح للقاتل اللي قتل اللاعب أو يلوح لشخص ثاني؟ قصتنا الثانية اسمها The Last Level أو المرحلة الأخيرة. Seven Skyler هي عبارة عن لعبة ألغاز كحال ألعاب الجوالات. يوم سأل المطور عن سبب اختيار الرسوم القديمة للعبة قال أنهم كانوا مركزين على المرحلة الأخيرة وحبوا يخلون اللعبة سريعة عشان ما تأخذ مساحة كبيرة. أثار حماس اللاعبين بهذا الكلام وكيف أنهم يبون يوصلون اللاعب للمرحلة الأخيرة. قصة اللعبة أن في أم تركت ابنها وبدأ يرسمها في الكمبيوتر ويكون في أفخاخ مميتة وبطل يحاول ينقذها ويفشل، واللاعب بيتحكم بالبطل تحاول تنقذ الأم في كل مرحلة. سام بطل قصتنا يحب يلعب على الآيباد ويحب الألعاب اللي تطلب منك حل ألغاز معينة عشان تنتقل للمنطقة الثانية. شدتها لعبة سيفين سكايلر بشكل كبير. المرحلة الأولى من اللعبة كانت تعليمية، الأم كانت مربوطة بحديدة وفوقها حبل، وفي الجهة المقابلة للبطل يقول كان في كيس من رمل بالأرض حاول يشيله، لكن فجأة طاح سيف من فوق الأم وقسمها لنصين والدم تناثر في كل مكان وطلعتنا كلمة I win في الشاشة. استغرب اللاعب لكن حاول أكثر من مرة يعيد اللعبة بأكثر من طريقة، واكتشف في الأخير أن المفتاح في الأرض بجنب الدرج المؤدي للأم، فتح القفل وهرب. بعد ما فهم اللعبة عدى مراحل كثيرة حتى وصل لمرحلة 60. يقول الجرافيكس تغير، صار قديم عكس المراحل الأولى، والأم كانت محبوسة في غرفة زجاجية صغيرة، وفي الأرض في أكثر من غرض مثل حبل مربوط وعصا. أخذ اللاعب العصا وحاول يقرب من الأم ودخل معها للغرفة، وفجأة تقفل الباب وراه. صار تقديم في الوقت بشكل سريع للعبة ومر شهر. تغيرت الصورة وظهر البطل مع الأم وهم يأكلون بعض بشكل بشع، وفازت الأم وظهرت كلمة I win. اللاعب انزعج من كمية الدم اللي شافها لكن قرر أنه يكمل اللعبة بعد هالمشوار. يقول قدرت أتحكم بالبطل وأخذ عصا من الأرض وبدأ يضرب جدار الغرفة الزجاجية حتى انهدمت ودمرتهم وطلعت له كلمة I win مرة ثانية. وبدون أي سابق انذار بدأت جدران الغرفة تطلع منها نيران وتركت وراها جثة محترقة بشكل كامل. كان راح يسقط الأيباد من الخوف لكنه يقول متعود على العنف في الأفلام بس مو مثل في هذه الألعاب، وراح وعاد المرحلة 60 من جديد. في كل مرة يطلع على فخ بشكل وحشي أكثر، مرة يحترق بحمض أسد ومرة أسماك البيرانا ومرة السيوف تقطع. من كثر التعذيب يقول نسى يحسب كم مرة قتلت الأم، وفجأة ظهر له صوت يقول له gone wrong يعني شيء غلط. ترك الايباد في الارض بكل خوف وبدا يركض. نظرات البطل وتعذيب الام وصرخاتها وشد الاعصاب ووقت اللعب خلته يجري بشكل هستيري في الشارع وهو يصرخ. بعد الحادثه هذه بشهرين توفي سام في حفره وما في احد حصل جثته الى الان، لكن في شخص قدر يهكر اللعبه ويقول لازم انك تخسر 500 مره وفي الأخير راح يطلع لك مسدس تطلق على الأم 4 مرات على عيونها عشان تفوز. وهذه اللحظة كلمة I win ما راح تطلع لك، راح تطلع لك شاشة النهاية مع صوت لطفل يقول But no you cannot do that you're supposed to save her all I wanted to do was scare her into loving me again. يعني لا أو خلينا نقول لكن لا ما يصير تسوي كذا، المفروض انك تنقذها. كل اللي كنت ابغى اسويه اني اخوفها على اساس خليها تصير تحبني مره ثانيه. يعني ان الطفل كان يحاول يخوف امه عشان ترجع تحبه، لكن البطل قتلها. ولا زالت القصه واللعبه لغز ما حد يعرف ليه او كيف تم تصميمها. وهذه كانت القصتين المرعبتين لحلقه اليوم، اعطونا رايكم فيها وايضا انشروها مع اصحابكم وقولوا لنا هل خفتم من القصة الأولى أو الثانية. للأمانة وأنا قاعد أسجل الصوت أو أكتب القصة الأولى قاعد أتخيل الموقف قدامي لما الأفاتار قاعد يطالع كذا
ويأشر. صراحة جدني قشعريرة، ما أدري عنكم جدكم قشعريرة ولا لا. يعطيكم عافية المتابعة، كما معكم فهد الشيحة، شكرا مثلا في فيديو ثاني على قناة ترو جيمينج. لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك وأيضا اللايك. يعطيكم العافية، مع السلامة.